التضامن مع فلسطين واجب ديني وإنساني، ورصد الصفوف هدف رفعه المؤتمر الإسلامي المنعقد في بيروت للتأكيد بأن غزة ليست متروكة وليست وحيدة. المشاركون أجمعوا على ضرورة الانخراط التام وغير المشروط مع المقاومة الفلسطينية في مشروع التحرير لكامل الأرض من البحر إلى النهر. أنا فلسطيني مسيحي أرثوذكسي مشرقي من عكا، ونحن معنيون بالإسلام الأول، فنحن عروبيون ونحن مشرقيون، ونحن والمسلمون صفا واحدا ومعركة واحدة وخندقا واحدة. منذ يومين أو ثلاثة أيام جاء الوفد من فلسطين في روسيا، الآن هم هناك، يعني هم يخططون الخطوة لمساعدة الشعب الفلسطيني. ملحمة طوفان الأقصى مثلت تحولا في مسار القضية الفلسطينية وأعادتها إلى رأس اهتمامات العالم. الحقيقة الأردن قدمت الشيء الكثير الكثير من هذه الفعاليات الداعمة، وقدمت الإسناد بالمال والإسناد المادي والمعنوي. الحقيقة دائما سلطنة عمان تسعى أن تكون مع الوحدة ومع التكاتف من أجل نصرة الشعب الفلسطيني، وهذا الجمع المبارك الكريم جاء ليعلن صوتا واحدا أن جميع المسلمين هم مع فلسطين. طوفان الأقصى كان حركة محورية مهمة جدا في إيقاظ الهمم لدى الشعوب العربية. مؤسسات حركة حماس. مواجهة التآمر الغربي الداعم للاحتلال الإسرائيلي في رأي المشاركين تتجسد في وحدة الموقف الإسلامي والتبني الكامل لكل أشكال المقاومة وفي مختلف ساحتها. بلغات عدة ينحاز علماء المقاومة في العالم إلى حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه. وفي نسخته السادسة يوصي المؤتمر العالمي العالم الإسلامي بأن يقف إلى جانب فلسطين كالبنيان المرصوص. من العاصمة اللبنانية بيروت، أحمد طه، الميادين.